ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا بقلم الكاتبه المبدعه جودي عماد. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. كانت واقفه بنت قدام اخوها بعد ما جهزت شنطه هدومها علشان تسيبه وتمشي. بص اخوها ليها وهو مش مصدق اللي سمعه منها، اتكلم وسالها وقال: يعني ايه هتروحي هناك يا غزل؟ انتي مجنونة اكيد. ردت عليه غزل وعينيها متثبتة على صورة ابوها اللي توفى على ايديها وهو مقهور على فلوسه وشركته اللي راحوا منه. هو فيها ايه يا مازن؟ انت عارف اننا لازم ناخد موقف بقى، مش هنفضل ساكتين كده. هز مازن راسه وهو مش مصدق تفكير اخته المتعلمة اللي كان ابوهم بيحلف بعقلها الواعي رغم صغر سنها. انتي ليه مش قادرة تفهمي ان بابا عمره انتهى بسبب ازمة قلبية مش اكتر؟ اتكلمت غزل بصوت عالي ونبرة مليانة قهر على ابوها اللي راح منها. لو ما كانوش خدوا شركته ونصبوا عليه ما كانش ده حصل. حضنها مازن وقال وهو بيحاول يخليها تتراجع عن اللي بيدور في دماغها: بس خلاص هو راح، احنا سيبنا القاهرة من بدري قوي، ليه عايزة تفتحي في الدفاتر القديمة؟ بعدت غزل عنه وبصت له بغضب وقالت: مازن، 100 مرة اقولك ركز في مذاكرتك وملكش دعوة باللي انا هعمله معاهم. كانت هتمسك شنطتها علشان تمشي، لكن مازن كان الاسرع منها ووقفها ومسك ايديها وقال لها: فكري 100 مرة قبل ما تدمري حياته، هو ملهوش ذنب في حاجة. ضحكت بصوت عالي على كلامه وقالت له ببرود: ذنبه الوحيد ان ابن الراجل اللي نصب على ابويا وخلاه يموت بحسرته على شقة عمره اللي ضاع قدام عينيه. كان مازن بيبص لها وهو مش مصدق نفسه واللي شايفه بعينيه، دي مستحيل تكون غزل اخته الطيبة اللي كانت بتساعد اي حد محتاج علشان بس يحس بحياته، ودلوقتي هي هتدمر حياة شخص ما تعرفهوش علشان وهم في دماغها. سمع صوتها وهي بتقول له: أنا بس حبيت أعرفك يا مازن إني هنزل على القاهرة النهاردة علشان هبدأ في شغل الجديد من بكرة. حضنها وكأنه بيودع أخته غزل اللي يعرفها وقال: اعملي اللي تعمليه يا غزل، بس يا ريت ما تندميش بعد كده. ضمته ليها وقالت له بصوت غريب أول مرة يسمعه منها: مش غزل المصري اللي تندم يا أحمد، وفي أرض سينا الحبيبة اللي شافت كتير قوي من الحروب بين جيشها العظيم والأعداء. كان واقف القائد عمران المغربي قدام اللواء اللي قال له: حضرة القائد عمران، في دكتورة هتيجي قريب علشان تشتغل معانا في الطاقم الطبي. استغرب عمران من كلامه وخصوصا ان الدكتور الجديد بنت. سأل عمران وقال له: ازاي بنت يا فندم والطاقم كله رجالة؟ رد عليه اللواء بهدوء وقال له: دي اكفأ دكتورة ممكن تشوفها يا عمران. اتكلم عمران بتفكير وقال: مش هتقدر تستحمل العيشة معانا هنا يا فندم. رد عليه اللواء وهو حاسس بالفخر لان اكفأ دكتورة هو شافها في حياته هتكون معاه في طاقم الاطباء. ما تقلقش يا عمران، البنت دي بميت راجل يعني محدش هيقدر يتعرض لها. اتكلم عمران بابتسامة بسيطة على وشه وقال: من الواضح ان حضرتك مكرر يا فندم، وعلى ما اظن اني لو كلمت حضرتك 100 مرة مش هتغير قرارك. كويس انك عارفني كويس يا عمران، ده شيء يشرفني يا فندم. انا عايزك انت اللي تستقبلها وتوديها اوضة لوحدها علشان تكون على راحتها، لكن وقت الشغل تكون مع طاقم الاطباء. حاضر يا فندم بعد اذنك. وصلت غزل على القاهرة، دخلت أوضتها اللي في بيتهم القديم، دخلت أوضة أبوها وأمها، فتحت الدولاب ومسكت هدوم أبوها وشمت ريحتها وهي بتعيط بحرقة، مسكت صورة أبوها واتكلمت وهي بتعيط: بابا أنا عمري ما هنساك أبدا وهاخد حقك منهم كلهم، أنت عشت عمرك كله مقهور على فلوسك وشركتك اللي هم أخدوها منك، صدقني مش هسيبهم وهخليهم يندموا على اليوم اللي عرفوا فيه عيلة المصري، هاخد حقك منهم كويس أوي. وتاني يوم الصبح كان واقف عمران قدام جنوده وهو بيدربهم على تمرينتهم الصعبة اللي بيواجهوا بيها أي عدو. لف عمران لجنوده لما ما سمعش صوتهم وهما بيتدربوا، شاف كل واحد فيهم عينيه على بوابة الدخول وكلهم باصين في مكان واحد. بص عمران للمكان اللي هما بيبصوا فيه وهنا وقفت الدنيا حواليه، عينيه شافت أكتر بنت جميلة شافها في حياته كلها. سمع صوت عسكري من العساكر وهو بيقول لزميله: أنت شايف اللي أنا شايفه ده؟ إيه ده؟ مهلبية بالقشطة يا اخواتي. رد عليه زميله وعينيه على غزل وقال: بصراحة عندك حق، البت تتاكل اكل، ايه ده هو في بنات كده؟ وفي الوقت ده عمران اتعصب علشان بيتغزلوا فيها وفي جمالها، بص على هدومها وقال لنفسه: طبعا ليهم حق يعكسوها، هي مش الهانم لابسة قصير وكت؟ طيب اما وريتك ما بقاش انا عمران. بص عمران للعساكر اللي همستهم ابتدت تزيد واتكلم بصوت عالي: انتباه كل واحد فيكم عينيه تنزل في الارض حالا، يا اما مش هيخرج الاجازه دي.
وفي لحظة واحدة كان كل واحد فيهم عينيه في الأرض فعلا. بص عمران للبنت اللي كانت واقفة بتتكلم مع العسكري اللي واقف على البوابة. مشي عمران ناحيتها ووقف جنب العسكري وقال: في حاجة ولا إيه؟ مدت غزل إيديها لعمران وهي بتقوله بابتسامة بسيطة زينت وشها: أنا الدكتورة غزل المصري اللي هنضم للطاقم الطبي. آه هو أنتي؟ طب اتفضلي معايا يا أنسة. شاور عمران ليها علشان تمشي وراه بعد ما سابها ومشي، لكنه وقف لما سمع صوت غزل وهي بتقوله: انت القائد عمران المغربي مش كده؟ وقف عمران ولف ظهره ليها وقرب منها وابتدى يلف حواليها وهو بيقول بسخرية: والأنسة الحلوة اللي كل الرجالة بتعاكس فيها، عرفت اسمي منين؟ نعم قصدك ايه؟ احترم نفسك من فضلك. احترم نفسي؟ الله دي حلوة قوي. اتفضلي معايا يا أنسة من سكات احسن لك. النهاردة اول يوم ليكي وممكن يكون اخر يوم عادي جدا، فلو انت خايفة على شغلك فعلا يبقى ياريت تسكتي وبلاش تلعبي معايا انا بالذات. بصت غزل ليه بضيق منه ومن اسلوب كلامه معاها، مشيت وراه لحد ما وصلت الأوضة اللي هتنام فيها وقال: دي اوضتك يا دكتورة وياريت بعد الساعة 7 ما تخرجيش منها. هزت راسها بموافقة على كلامه وبعدها بصت في ساعتها وهي بتقول: تمام هروح امتى المكان اللي فيه الطاقم الطبي؟ بص عمران على هدومها وضغط على ايده من الغضب واتكلم بنبرة كلها عصبية: غيري هدومك دي وانا هوريكي. بس انا جاهزة ومش هغير هدومي، انا بس هسيب شنطتي. لا انت مش هتروحي كده، انت ناسية انك هنا وسط رجالة وهيتكلموا عليكي. على ما اظن ان ده ما يخصش حضرتك، انا كبيرة كفاية اني اكون مسؤولة عن نفسي. تمام تمام قوي. كانت قاعدة غزل في اوضتها الجديدة بعد يوم تعب قضيته بين المستشفى وبين مكان طاقم الاطباء، واخيرا دخلت اوضتها بعد تعب. حاولت تنام كتير قوي معرفتش، بصت في الساعة ولقيت ان الساعة 12 بعد نص الليل. بصت من شباك اوضتها على السماء اللي كان القمر في نصها ومن حواليه النجوم. لبست الجاكيت بتاعها وخرجت من اوضتها وابتدت تتمشى حوالين المكان اللي هي فيه علشان ما تتوهش عنه. شهقت بخوف لما سمعت صوت عمران اللي قال لها: انت ايه اللي مخرجك دلوقتي؟ انت عارفة الساعة كام؟ لفت غزل ليه وحاولت على قد ما تقدر تكون قوية وردت عليه بهدوء وعينيها على السماء: عادي يعني الساعة لسه 12، وبعدين انا زهقت من الأوضة ومش جاي لنوم. اتعصب عمران منها لما شاف لبسها اللي هي خارجة بيه وقال لها: هو انا مش منبه عليكي انك ما تخرجيش من اوضتك بعد الساعة 7 المغرب؟ يوه قلت لك اني زهقانة، وبعدين انت مش الواصي عليا يا حضرة القائد. مسك عمران ايديها بسبب علو صوتها عليه واتكلم بتحذير وهو بيقول لها: دكتورة غزل بلاش انا بالذات، احذري مني، انت فاهمة ولا لا؟ لا مش فاهمة. هتعمل لي ايه يعني؟ على فكرة بقى انا ما بخافش غير من اللي خلقني وبس. ما هو واضح فعلا انت لو كنتي بتخافي منه فعلا ما كنتيش بينتي لحمك للشباب اللي هنا بالطريقة دي. الكلام وجع غزل قوي لكنها ما بينتش ده. شالت ايديها من ايده وقالت بصوت عالي: على فكرة بقى انا ما اسمحلكش تتكلم معايا بالاسلوب ده، مفهوم ولا لا؟ لا مش مفهوم. هتعملي ايه يعني؟ دبت على الارض برجليها من برود وقالت له: على فكرة بقى انت بني ادم مستفز وبارد ورخم كمان ومن غير تصبح على خير، لانك اصلا ما تستاهلش اني اقولها لك اصلا. سابته غزل ومشيت وهي الاول مرة دموعها تنزل من عينيها بعد وفاة ابوها. عيطت بسبب كلامه اللي جرح فيها. عدت الايام على غزل وهي في سينا اندمجت مع شغلها اكتر واكتر، وفي نفس الوقت بدأت تقرب من هدفها الاساسي. اما علاقتها بعمران فالاتنين زي القط والفار بالظبط، كل واحد منهم مستني للشخص التاني غلطة. كانت واقفة غزل مع شاب عسكري من العساكر اللي بيدربهم عمران. قرب عمران منهم وهو متعصب من وقوفها مع الشاب. سمع الشاب وهو بيقول لها: بس انت ليه يا دكتورة سبتي كل المستشفيات وجيتي هنا في سينا؟ احنا حياتنا دايما بتكون على كف عفريت. بص يا احمد انا من طبيعتي اني بحب اساعد الناس حتى لو معرفهاش، بس هنا هلاقي الناس اللي محتاجة مساعدتي بجد. المدينة فيها صيدليات ومستشفيات كتير قوي، اما سينا وبالذات هنا مفيش فيها غير طاقم طبي محدود. حس احمد بالفخر لان لسه في ناس بتفكر في غيرها وقال: فهمتك يا دكتورة، بجد نفسي تكون اختي بتفكر زي حضرتك كده. هي اختك طب برضو؟ اه سنة رابعة. ربنا معها يا احمد وان شاء الله تكون فخور بيها كده يوم ما تتخرج. كان عمران واقف وهو بيقرب منهم بس ما استحملش كلامها مع احمد، ما حسش بنفسه غير وهو واقف قدامهم وبيقول لهم: الله الله حلو قوي اللي بيحصل ده، اجيب لكم شجره واتنين ليمون علشان تعرفوا تتكلموا على رواقه. استغفرت غزل بصوت واطي وبعدها ردت عليه بصوت عالي: استغفر الله العظيم. اه يا عمران بي هات لنا شجره علشان جالي ضربه شمس، وهات لي ليمون ساقع بعد اذنك. بصلها بغضب واتكلم من بين اسنانه وهو بيقول لها:
انتي بتهزري كمان يا دكتورة؟ ما انت اللي جاي وعايز تتخانق. اتخانق؟ احمد اتفضل روح على مكانك مع الكتيبة. يلا. مشي احمد بسرعة علشان يبعد عن عمران وغضبه اللي بقى ملحوظ للكل بعد ما غزل جات لهم. مسك ايد غزل وشدها عليه بعد ما اتأكد ان مفيش حد حواليهم. اتوترت غزل من قربها منه بالطريقة دي، لكن حاولت على قد ما تقدر ما تبينش ليه توترها. كمل عمران كلامه معاها وعينيه في عينيها وقال من غير ما يحس بنفسه، انت عايزة ايه مني يا غزل؟ سيبيني في حالي بقى وطلعي من عقلي. بصت غزل في عينيه اللي بلون القهوة اللي دايما بتنجح في انها تشدها ليه وقالت له، انا مش عايزة منك حاجة، كل اللي انا عايزاه اننا نكون بس كويسين مع بعض مش اكتر. زهقت من كتر خناقاتنا سوا واننا بنقف لبعض على الوحدة. انت اللي بتعصبيني بلبسك القصير. ولبسي مضايقك في ايه يا عمران؟ شش، ما تقوليش اسمي بالطريقة دي. وبعدين انا بتجنن لما حد منهم بيمدح في جمالك يا غزل. كانوا هما الاتنين سرحانين وكل واحد منهم لأول مرة يتكلم مع التاني بصراحة. رجعوا لورا وبعدوا عن بعض بعد فزع لما سمعوا صوت اللواء. ايه اللي بيحصل هنا بالظبط يا حضرة القائد عمران؟ اتوتر عمران ورد عليه بكذب لأول مرة، الدكتورة كانت هتقع يا فندم وكنت بساعدها. بتساعدها بالقرب ده يا حضرة القائد؟ تعالى وراي على مكتبي. تمام يا فندم. مشي اللواء. اما عمران فهو بص الغزل بلوم وكأنه بيعاتبها على صراحته معاها. كان مستغرب نفسه قوي لأنه الأول مرة بينجرف ورا نفسه بالطريقة دي. سابها وراح للواء اللي قاله أول ما شافه، إيه اللي بيحصل ده يا عمران؟ اتوتر عمران لكنه خبى دب راعها ومتدرب عليها كويس وقال، سبق وشرحت لحضرتك يا فندم. اتكلم اللواء بصوت عالي وهو بيضرب على المكتب بغضب وقال له، شرحت إيه يا عمران؟ أنت فاكرني مش فاهم إيه اللي بيحصل هنا ولا إيه؟ انت بقالك 4 شهور من وقت ما تعينت معانا غزل وانتو خناق على طول، والنهارده قربك منها ده. يا فندم هي بنت مستهتره وانا خايف عليها علشان كده بتعامل معاها بالطريقه دي. عمران انت زي ابني وابوك كان صاحبي، انت حبيتها مش كده؟ اتصدم عمران من كلام اللواء ورد عليه بانكار، ايه يا فندم اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي انا شايفه يا عمران. سكت شويه وبعدين كمل كلامه وقال له، ونصيحه خدها مني، لو حبيتها اتحرك وقول قبل ما يجي حد تاني وياخد مكانك وتبقى انت مجرد محطة في حياتها. غزل دخلت اوضتها وهي مصدومة من نفسها ومن استسلامها لعمران بالطريقة دي. بصت لنفسها في المراية وقالت، معقولة؟ معقولة كون لا 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 مستحيل، مش هينفع احبه خالص، مش هينفع. انت فاهمة يا غزل؟ مستحيل عمران بالذات، مش هينفع يا قلبي تدق لعمران مهما يحصل، مش هينفع. انا جاية هنا علشان حاجة معينة هخلصها وهمشي، مش هينفع نجرب الحب مع عمران علشان انت اللي هتتأذي. عادت الشهور على عمران وغزل اللي كانوا بيقربوا من بعض اكتر واكتر عن الاول. عمران اعترف لنفسه بحبه ليها بس لسه ما اعترف لهاش خالص. اما غزل فهي كانت بتحاول بكل الطرق انها تسكت قلبها اللي تعلق بعمران. اما بالنسبة للمشاكل والخلافات ما بينهم خفت خالص. كانت واقفة غزل بالليل وهي لابسة لبس الرياضة بتاعها، وفي الوقت ده قرب عمران عليها من ظهرها وبدأ يهاجمها، لكن غزل صدته بكل قوة وهي بتضحك. وقفت ضحك وهي بتقول له، شفت يا عمران؟ شفت ان تدريباتك جابت معايا فايدة؟ ضحك عمران وقال لها، طب كويس والله، وعلشان كده هتجري معايا ونلف المنطقة دي 10 مرات. يا خبر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ مستحيل. هتجري يا غزل وهتشوفي. قلتلك لا مش هجري. مسك ايديها وبدأ يشد فيها علشان تجري وهو بيقول، هتجري بالذوق علشان لو جريتي غصب عنك مش هيحصل كويس. بعدت غزل عنه وهزت راسها برفض قاطع وهي بتقوله، قلتلك لا مش هجري. وبعد 5 دقايق كانت غزل بتجري مع عمران وهي بتنهج جامد قوي. ضحك عمران وقال، مش كنتي بتقول انك مش هتجري؟ وهو دلوقتي شوفي نفسك. بصت ليه غزل بغيظ وهي بتقوله، هعمل ايه يعني، حكم القوي بقى، ربنا على الظالم يا عمران. بقى انا ظالم؟ طيب هتجري المنطقة دي 15 مرة يا هانم، شفت بقى انك ظالم؟ تعالي نتكلم بجد شوية يا غزل. ضحكت غزل وأدت التحية العسكرية وهي بتقوله، هقول يا حضرة القائد عمران، انا هخرج الاجازة الجاية وعايزك تخرج معايا، محتاجة اتكلم معاكي بعيدا عن المكان هنا. عمران انت فاجئتني، انا ما كنتش مرتبة اني هخرج، بس ماشي علشانك هخرج يا عمران. يبقى اتفقنا يا غزل. حست غزل ان ده الوقت المناسب علشان تسأله اكتر عن حاجة شغلاها. عمران في سؤال شغل بالي من اول ما شفتك فيه، ينفع اسأله ولا هتتحول عليا؟ ضحك عمران وقرص مناخيرها وهو بيقولها، لا اسألي يا غزل ما تخافيش، مش هتحول ولا حاجة خالص، انا خلاص
اخدت مضاد للعصبية علشانك. طب كويس قوي، دلوقتي هسأل وانا مطمنة بقى انك مش هتتحول ابدا. عمرك حبيت قبل كده؟ ولو حبيت ازاي كانت مستحملك وانت كده؟ هجاوبك على السؤال ده بالذات بس لما نخرج زي ما قلتلك. ودلوقتي اتفضلي يلا كملي جري. عادت الايام عليهم وهما تقربوا جدا جدا لحد ما جه اليوم اللي قرروا يخرجوا من سينا. وفعلا خرجوا من سينا ووصلوا للقاهرة مكان بيت ابوها وامها وبيته هو كمان. قضوا مع بعض اجمل يومين في عمرهم لان عمران اخدها وفسحها في كل مكان في القاهرة. واخر حاجة وصلوا الاوتيل على النيل وكان عمران حجز لهم هما الاتنين بس. اتفاجئت غزل بالاوتيل اللي كان متزين بطريقة خطفت قلبها غصب عنها. قربوا منها بنتين ومسكوا ايديها ودخلوا بيها في اوضة من الاوض. وعمران دخل واحدة تانية. بدأت البنات تجهز غزل اللي لبست فستان بسيط جدا والبنات حطت لها ميك اب بسيط جدا. خرجت غزل من الاوضة وهي مستغربة كل حاجة بتحصل معها وحواليها. وقفت مكانها وهي مش عارفة تعمل ايه او تتحرك ازاي. وفي الوقت ده اتفتح باب الاوضة اللي قدامها وخرج عمران منها وهو لابس بدلة سودة شيك جدا. وقف قدامها ومسك ايديها بين ايديه ونزل بيها للمكان المخصص اللي جهزوا ليها. بصت غزل حواليها وهي منبهرة بالمكان المتزين بالورد الاحمر. بعد عمران عنها وفي لحظة كان راقع قدامها وطلع خاتم من بدلته وقال بحب واضح فاني غزل. فاكرة لما سألتيني اذا كنت حبيت قبل كده ولا لا؟ ولو حبيت هي استحملتني ازاي؟ غزل ما كانتش فاهمة اي حاجة من اللي بتحصل معاها لكنها قطعته وكملت عنه وهي بتقوله وقتها انت قلت لي هتجاوبني لما نخرج من سينا. وانا دلوقتي هجاوبك يا غزل. غزل يمكن معرفتنا ما كانتش الطف حاجة لكن يعلم ربنا اني من اول دقيقة شفتك فيها وانت حركتي حاجة في قلبي. معظم خناقاتنا سوا كانت علشان لبسك بس انت غبية مش فاهمة اني غيران عليكي من عيون العساكر والدكاترة. كنت غبية وانت مش شايفة حبي وغيرتي عليكي. سكت عمران شوية وهو شايف الدموع في عينيها. رفع الخاتم ليها وهو بيقول انا بحبك يا غزل، تقبلي تتجوزيني وتكملي معايا حياتك وتستحمليني العمر كله؟ قعدت غزل قدامه على الارض وحضنته وهي بتقول والدموع بتنزل من عينيها موافقة يا عمران انا حبيتك معرفش امتى وازاي مع اني كنت محرمة الحب ده على قلبي لكن كل يوم كنت بتعلق بيك اكتر عن اليوم اللي قبله. قام عمران وقومها معاه، لبسها الخاتم وشالها بين ايديه ولف بيها وهو مبسوط وحاسس بقلبه اللي بيدق بطريقة مش عادية ابدا وكأنه بيدق علشان خلاص لقى حبيبه. اما غزل فهي حضنته والدموع بدأت تنزل من عينيها وهي مش مصدقة اللي هي فيه ولا قلبها اللي خانها وخان عهده معاها ووقع في عشق عمران المغربي. وبعد ايام اخد عمران غزل للمحامي الخاص بعيلته. كانت غزل مستغربة وجودها عند المحامي بتاعه. بص عمران ليها وللمحامي وهو بيقول جهزت الاوراق يا متر مش كده؟ اه يا عمران بيه. في ايه يا عمران؟ واوراق ايه دي اللي هو جهزها؟ انا كتبتلك نصيبي فرصة عيلتي ليك يا غزل. انا الفترة الجاية عندي مهمة ويعلم هرجع منها ولا لا، بس انا عايز لو مرجعتش يبقى انت معاكي حاجة تتسندي عليها من بعدي. بعد الشر عليك يا حبيبي، انا مش عايزة ولا فلوس ولا اي حاجة، انا عايزاك انت بس يا عمران. ما تقلقيش عليا يا حياتي، كل اللي انا عايزه منك انك توافقي وتمضي على الاوراق دي. لا يا عمران مستحيل مش هوافق على كده ابدا، لو انت بتحبيني فعلا هتوافقي يا غزلتي. حاضر يا عمران هات الورقه امضي. رجعوا تاني على سينا وكل واحد منهم اتلهف شغله. عمران اخد الكتيبه بتاعته وراح مهمته. اما غزل فهي كانت متناقضه بين قلبها اللي خايف عليه واشتاق له وعقلها اللي رافض قلبها وتصرفاته. رجع عمران من مهمته وراح ليها المكتب بتاعها في مقر الاطباء. واول ما دخل المكتب جري عليها وهو بيحضنها علشان يطفي شوقه ليها، لكن الغريب ان غزل بعدت عنه وما بدلتهوش الحضن. بص ليها باستغراب وقرب منها تاني لكن برضو بعدت عنه، والمره دي شاف ملامح الاشمئزاز على وشها. بص عمران ليها والمره دي لمح شنطه هدومها جنبها. بص لها وسالها مالك يا غزل بتبعدي عني ليه؟ وايه الشنطه دي؟ مهمتي اللي جيت علشانها خلصت وعلشان كده همشي يا عمران. وانتي قررتي لوحدك كده يا غزل؟ انا فين من تفكيرك؟ وانت مين اصلا علشان افكر فيك؟ غزل مالك اظبطي كده في ايه؟ ابعد عني يا عمران، وبعدين انا مظبوطة وفايقة كمان، بس الظاهر كده انك نايم لدرجة اني قدرت اضحك عليك بسهولة. ضحكي ايه اللي بتقولي عليه ده يا غزل؟ انا بجد مش فاهمك، معقولة انتي بتعملي كل ده علشان من وقت ما سافرت المهمة ما عرفتش اكلمك؟ بس صدقيني انا جاي النهاردة علشان اقولك نتجوز. نتجوز؟ انت شكلك استحلتها بقى. فوق يا عمران، انا هنا علشان انتقم منك وانا هون تقمت منك. فقد عمران السيطرة على نفسه
وقال بصوت عالي: يعني ايه تنتقمي مني؟ وبعدين تنتقمي ليه اصلا؟ انتقم لابويا اللي راح بحسرته علشان عيلة المغربي خدت فلوسه وشركاته قدام عيني، وانا دلوقتي اخدت فلوس ابويا ومن غير تعب ولا مجهود مني، انت اللي بنفسك قلت لي خدي نصيبي. عرفت دلوقتي مين اللي غبي ونايم على ودانه؟ مسك ايديها وقال وهو مش مصدق الكلام اللي بيسمعه منها: مستحيل تعملي كده يا غزل، مستحيل. لا انا عملت كده يا عمران علشان اخد حق ابويا. وانا ذنبي ايه؟ وبعدين عيلتي ما نصبتش عليكم، اكيد في غلط. لا اللي نصبوا على ابويا هم عيلة المغربي، ودي عيلتك انت يا عمران، وذنبك انك من العيلة دي، علشان كده ابعد عني وياريت ما شوفكش في طريقي مرة تانية. سابته غزل وخرجت من المستشفى وهي بتجري علشان ما تديلوش فرصة يوقفها اكتر من كده. اما عمران فهو قاعد على الكرسي بتاعه وهو مش مستوعب ان البنت اللي اداها الامان وحبها تعمل فيه كده وتسيبه بالطريقة دي. وبعد 5 شهور كانت غزل قاعدة في بيتها اللي في اسكندرية مع اخوها. كانت طول ال5 شهور دول قاعدة في اوضتها مش بتخرج ولا بتاكل ولا بتعمل اي حاجة غير انها بتعيط وبس. كل ما تفتكر شكل عمران اللي كان مصدوم من كلامها دخل مازن اخوها علشان يطمن عليها زي ما بيعمل كل يوم. شافها وهي منهارة من العياط، جري عليها مازن واخدها في حضنه وقال لها بلوم وعتاب: طب ليه العياط دلوقتي يا غزل؟ مش انت عملتي اللي كنت عايزاه واخدتي حق ابوكي؟ انا حبيت عمران يا مازن ودلوقتي كلامك كله في وداني. انا دلوقتي فعلا ندمان على اللي انا عملته في عمران. كان قدامك فرصة يا غزل ترجعي في قرارك، بس انتي سقتي فيها لما لقيتيه بيحبك وشريكي لدرجة ان هو كتبلك ورثه علشان لو جراله حاجة. لكن انتي عملتي ايه؟ جيتي بكل بساطة ودستي عليه. كانت غزل هترد عليه لكن قطعهم صوت الباب اللي بيخبط. بعد مازن عنها وخرج علشان يفتح الباب، شاف قدامه شخص غريب لابس لبس عسكري. اتكلم الشخص وقال له: لو سمحت ممكن اقابل الدكتورة غزل؟ وفي الوقت ده خرجت غزل من اوضتها لما سمعت صوته. اتصدمت لما شافت عمران قدامها، كانت بتبص عليه باشتياق. اما عمران فهو حاول يتحكم في مشاعره قبل ما تظهر على وشه. قرب منها وحط الملف اللي كان في ايده في ايديها وقال بنبره خاليه من الحياه: اتفضلي يا دكتوره غزل، الملف ده فيه كل حاجه عن عيله حمدي المغربي اللي نصبت على ابوكي، اتفضلي بقى روحي انتقمي من ابن حمدي المغربي. قصدك ايه يا عمران؟ القائد عمران يا دكتوره غزل، واللي اقصده انك قبل ما تنتقمي مني ما دورتيش كويس على العيله اللي نصبت عليكم. انا اسمي عمران خالد المغربي وده اسم عيلتي، ومش معنى ان اسم عيلتي في المغربي هيبقى احنا اللي سرقناكم يا دكتوره. عن اذنك. مسكت غزل ايده ووقفته وهي بتعيط: عمران انا اسفه، ارجوك سامحني، مش عايزه اي حاجه غير انك تسامحني. للاسف يا دكتوره غزل فقدتي الحق في انك تطلبي مني اني اسامحك، ودلوقتي انا اللي مش عايزه اشوف وشك قدامي في اي مكان تاني. سابها عمران وخرج قبل ما ياخدها في حضنه بسبب انهيارها. اما غزل فهي وقعت على الارض وبدات تعيط. قرب منها اخوها وقال: شفتي يا غزل، انت دمرتي نفسك ودمرتي حياه شخص معاكي، للاسف دلوقتي مش هقدر اساعدك، انت حصدتي اللي زرعتيه. وبعد ايام فاقت غزل شويه واستعدت علشان ترجع عمران ليها وترجع فلوسه ليه. لبست هدومها وخرجت من البيت وسافرت على سينا. وصلت غزل لسينا ودخلت بالكارنيه بتاعها، جريت على عمران اللي كان بيدرب العساكر ووقفت قدامه وقالت له: عمران انا اسفه، ارجوك سامحني، انا غبيه والله العظيم غبيه، عشان بس فكرت اني لما اعمل فيك كده هكون بنتقم منك، بس اللي حصل العكس، وهو اني انتقمت من نفسي علشان خاطري، سامحني انا مش هقدر اعيش من غيرك والله العظيم. خلصتي؟ امشي يا دكتوره غزل، عاقبني زي ما انت عايز، بس ارجوك يا عمران ما تسيبنيش. قلتلك امشي. عمران علشان خاطري انا حبيتك لدرجه اني فكرت انهي حياتي علشان بس ضيعتك من ايدي. قلتلك امشي. حاولت توقفه كتير وقالت وهي بتحاول تبين له قد ايه هي بتحبه وكانت غبية لما بعدت عنه: عمران بحبك والله العظيم، بحبك وبعشقك. قلتلك امشي من قدامي على المأذون يا غبية، علشان اتجوزك وعقابك انك هتستحمليني العمر كله. عيطت اكتر وهي بتقوله من غير ما تركز: بقولك اني بحبك. سكتت شوية وهي بتحاول تستوعب اللي هي سمعته منه، مسحت دموعها واتكلمت وهي مش مصدقة وقالت: ايه انت قلت ايه؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ده صحيح ولا انا بيتهيألي ولا ايه؟ ضحك عمران ومسح دموعها وهو بيضحك على طفولتها الغريبة. قلتلك قدامي على المأذون يا غبية قبل ما غير رأيي. تغير رأيك ايه؟ استنى كده بس. ركعت غزل على الارض قدامه وطلعت خاتم من جيبها وقالت له وهي بتعيط:
عمران تقبل تتجوز غزل الغبية وتقضي معاها عمرك كله؟ عالي صوت العساكر من حواليهم وهم بيقولوا وافق وافق وافق. مسك عمران ايديها وخلاها تقف قدامه ومد ايده ليها، فلبسته غزل الخاتم بسرعة، شالها عمران ولف بيها وهو بيقول لها بحبك يا غبية. غمضت عينيها بارتياح لانها اخيرا رجعت لحبها الاول والاخير، وقالت له والغبية كمان بتحبك. ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.